FM. الكلمة ليك. احنا في طريقة معناها الحملة متاعنا سيتي اون كومباني ديسكريت. اش معناها ديسكريت؟ معناها خيرنا انه نعملوا بورتا بورت مع الجمعيات الكل. دونك توجهنا للجمعيات، قعدنا مع الرؤساء مع الهيئات، وكان معناها كل اجتماعاتنا مع جمعية على حدة وحدة، وإلا زوز ولا ثلاثة جمعيات من نفس المنطقة اللي هما يتقاسموا نفس الإشكاليات نفس الصعوبات، وحكينا حبيتوا تسمعوهم وتشوفوا شنو المشاكل شنو هما المشاكل. عنا علم بطبيعة الحال بالمشاكل، معناها احنا القائمة فيها ناس اللي تنتمي للمكتب الجامعي المتخلي، فيها ناس معناها موجودة في الرابطات، وفيها أيضا ناس عندها معناها تجربة في التسيير الرياضي. دونك على علم بالإشكاليات، تبقى من المهم أن نتصنتوا للناس، أن نسمعوا الناس. لقينا إشكاليات كبيرة، فما مشاكل معناها قعدنا مع الأخيين الكل، كان النقاشات معناها في نقولوا معناها في مستوى راقي الحقيقة، كانت فما برشا إيجابية، فما بطبيعة الحال مقترحات، ولكن زاد فما ناس اللي عندها مشاكل وانتقادات، وسمعناها الناس الكل، والناس الكل معناها وخذينا بعين الاعتبار الانتقادات هذه. البرنامج هو ماهوش برنامج معناها مسكر، هو برنامج ينجم يتفتح على إشكاليات أخرى، وفي نجم نضيفه مقترحات أخرى، ولكن حبينا البرنامج يكون برنامج يمس الجمعيات هذه اللي قلنا جمعيات صغيرة من ناحية الميزانية ومن ناحية الموارد، وهي اللي هي تنجم تقول الأغلبية الساحقة للجمعيات في تونس اليوم. وراو معناها للإعلام، فما جمعيات اليوم قاعدة تتسير بميزانية ما تفوقش 7,000 و8,000 دينار. يعني ناس بجد تعبة على المستوى المادي، واحنا حاولنا في البرنامج هذا انه يكون برنامج واقعي، ما نجيوش زادة نوعدوا الناس ونحلوا للناس في الجنة ذراعها كما يقولوا، ولكن من بعد نقاوروا احنا معناها ما نجموش نطبقوا الشيء الموجود في البرنامج. الكلمة ليك.